اهلا بكم. بيتكوفيتش استدعي عدلي ويبعد عدة لاعبين تجاوزوا 30 سنة. صادي بيتكوفيتش احسن بكثير من سابقيه في المنتخب الجزائري. تعرف على قائد المنتخب الجزائري المتوقع للدورة الودية شهر مارس المقبل. إذن حسب صفحة لافاغفيرت في تويتر، فلاديمير بيتكوفيتش يبدأ بالفعل في عمله مع المنتخب الجزائري، حيث من المقرر أن يبعد كل لاعب تجاوز 30 سنة في المنتخب. بيتكوفيتش سيتنقل إلى ميلان من أجل استدعاء ياسين عدلي للتربص المقبل في الدورة الودية، هذا دائما حسب صفحة لافاغفيرت الموثقة في تويتر. الآن في وسط صرحات وليد صادي عن المدرب الجديد بيتكوفيتش، أكد رئيس فاف وليد صادي في تصريحات خاصة بها وكالة الأنباء الجزائرية يوم الجمعة أن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش هو الخيار الأفضل للمنتخب. وقال صادي في هذا الخصوص: بيتكوفيتش هو الأفضل للمنتخب، فبعد قائمة مختصرة ضمت 3 مدربين أعدتها لجنة مخصصة والتي ضمت أيضا البرتغالي كارلوس كيروش وخوسي بيسيرو، وقع اختيارنا على بيتكوفيتش على أساس عدة معايير، منها على خصوص خبرته ومسيرته مع المنتخب السويسري. الآن إلى قائمة المنتخب الوطني الجزائري حسب أحد متابعي قناة والمتوقع لدورة ودية شهر مارس المقبل: حراسة المرمى أنطوني ماندريا، أسامة مبوط، واقع مرباح. في الدفاع أيت نوري، حجام، بن سبعيني، ماندي، طوقاي، عطار، وزدتك. وسط الميدان إسماعيل بن ناصر، بن طالب، عوار، شعيبي، عبد اللي بوداوي، وزير الرقي. الهجوم عمورا قويري والناس محرز بن رحمه أبو نجاح. الآن فيما يخص الصحفيين الذين تعاطفوا مع عودة الماضي بعد تعيين مدرب جديد بيتكوفيتش، حيث قال حمزة كحلوش في هذا الخصوص: بعد مشكلة البلاميدا لابد الآن من معالجة مشكلة الإعلاميدا، وهم بعض المحسوبين على الإعلام ممن لديهم علاقة خاصة مع الماضي أو قاموا معه بحوار أو صورة للذكرى، فأصبح لا يمس ولا يغير وليس هناك أفضل منه في العالم التدريب. والعيب في الأمر أو العجيب في الأمر أنهم يخوضون في الأمور التكتيكية والفنية رغم أنهم صحفيين، فالصحفي الحقيقي لا يدخل في الأمور الفنية علنا لأنه يعلم أنه ليس مجال تخصصه. هو يعلم أن مهام الصحفي هي إيصال المعلومة واستفسارات الشارع الرياضي، واحد يقول له ماشي جيان وآخر سويسرا ليس منتخب معياري والمباراة تعاد واوها، كل واحد يسوق موطوه كما أكد حمزة كحلوش. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.